تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية والصديقة بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبة وطنية عربوا فيها عن خالص تهانيهم لجلاله الملك المعظم بهذه المناسبه الوطنيه المجيده واطيب تمنياتهم لجلالته بموفور الصحه والسعاده ولمملكه البحرين وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار